عليكم اخوتي، اتمنى لكم يوم حلقه مميزه مع الاخو الاعلامي علي سالم، وان شاء الله يا رب يكونوا خفيفين ظل على جماهيركم. وبالنسبه للاب، السلام عليكم، تحياتنا الى برنامج كره وللاستاذ علي سالم، وكل التوفيق والنجاح للاخوه طاهر حميد وكرار ومحمد زامل واحمد فاضل، نتمنى لهم التوفيق ويشدون حيلهم ان شاء الله في مباراه غد. هذا اخوي معين. بعد قلبي تحياتنا لبرنامج كره واخونا علي سالم، وكل التوفيق لاخوتنا اللاعبين. حبيبي. السلام عليكم، تحياتي لكم اربعتكم. اربعتكم سوبر. طاهر حميد دائما تعتاديني. ادزني بشكي تقول له اعطيك ما تطير وتعال الكذب، ما اسمع عليك. لبالله. قريت بيت من ورايا. والله فاضي انا بعض تحدثين. يلا جاوب ولا ضعف. السلام عليك انت. لا ما تساير. مو صحيح هاي الكلام. والله. مو صحيح اتهام. بالعكس ترى بيت من ورايا. شنو يعني لك إشادة المدرب البرازيلي بكل صراحة لو سألتك عن هذا الموضوع؟